enfin les croyants peuvent se réunir pour prier en groupe les cinq prières quotidiennes. C'était pas le cas lorsqu'ils étaient à la Mecque. Ils devaient se cacher. Ils étaient en situation de faiblesse et prier les uns chez les autres. Et enfin ils peuvent se réunir. Cette mosquée, c'est la première mosquée de l'islam. Comme vous allez pouvoir l'apercevoir sur votre gauche dans quelques secondes, Inch'Allah. Il est important de vous renseigner sur ce que vous faites. Vous ne faites pas confiance à moi, vous ne me connaissez pas. Et moi, je vais plutôt vous dire pourquoi vous venez. Vous venez ici parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, donc l'unique raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui dans ce car et que tu es venu jusqu'à cette mosquée, ce n'est que pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration qu'il est possible qu'à cet endroit. Je n'ai lundi, le jeudi, tu peux le faire n'importe où. Faire des sadaqat, tu peux le faire n'importe où. Jeûner, tu peux le faire n'importe où. Mais cette sunna exceptionnelle ne peut être faite que d'ici. Donc la raison pour laquelle tu es ici, c'est mettre en pratique ton attestation de foi. Je veux ressembler au prophète, alayhi salatu wassalam. Comme si ce n'était pas suffisant, comme si les gens n'avaient pas pris la pleine mesure d'imiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a un autre hadith qui vient comme une carotte. الحمد لله صلينا جوج ركعات في مسجد قباء، اول مسجد في الاسلام كيخصك تجي تصلي ديري فيه جوج ركعات، وكل جوج ركعات تساوي عمره. نشوفوا هذا المنظر جميل، تبارك الله ما شاء الله، شحال ديال الحمام. هذا هو المسجد قباء، اول مسجد اللي تبنى في الاسلام من جا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره، جا حطوه هنايا دارو. المهم يا ربي تقبل علينا ان شاء الله، يا ربي تقبل هذه العمره يا ربي. شفتوا البنات كيفاش الدنيا خضره وغزاله، على داكشي كيقولوا لها المدينه المنوره، بنا وتو فيها النخل ما كيحبش، النخل كتلقاو غير هو. هانتوما كتشوفوا معايا، انا داك الشيء بغيت ناخذ لكم شويه ديال من هاد الصور هاد. ودابا غادي نمشيو للزياره الاخرى اللي هي جبل احد، اللي راه كيشوفوا كيبان من البعيد هذا. هانتوما شفتوا بالسمعات ديالو وكله داير عليه النخل. المهم نخليكم مع صور. وهذا هو جبل احد، ما غادي نتكاو كيبان لينا شفتو، ما كيتحدش. هنا صافي وصلنا لجبل احد، وهنا غادي ان شاء الله نمشيو نتصنتو للدرس اللي يعطينا الشيخ. قال لك هنا فين كانت المعركه ديال احد ديال بدر، وهنا فين الصحابه اللي الشهداء اللي ماتوا داك الوقيته ديال المعركه. كان قال لك كانوا ربحوا ديك المعركه، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تهبطوش، بقاو طالعين داك فوق داك الجبيل داك الصغيور، ومني شافوا راسهم بلا راس صافي قالوا هما راسهم راه ربحوا، والساعه ما ربحوش وهبطوا وجاو هجموا عليهم قريش وصافي قتلوهم. ساكنوا هنايا فين دفنوهم، هنا راه كاين ابو حمزه
عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو مدفون معهم هنايا. هذه هي الروضة اللي مدفونين هنا الشهداء. وصافي وهنايا غادي نشدو الطريق عاوتاني لواحد البلاصه اخرى اللي هي هادي. هاد البلاصه هنا فين كاين بحال ان بيتي توازيس نقولوا بحال واحد الضيعه زوينه الجلسه فيها. جينا هنايا غادي نرتاحوا غادي نشربوا الشاي ويعطونا يفرقوا علينا التمر. والشيخ اللي معنا غادي يعطينا واحد الدرس ولكن راه ما كيبغيناش نفيلميو هذاك الشيء. علاش حتى يعطينا الدرس قال لك لا ما لا يجوز ما بغاش. وهنا هنايا شوف كي راني مسلحه يعني لابسه الجيلي هذاك الجيلي باش كيعرفونا كلنا لابسين جيلي الجروب كاملين لابس هذا الجيلي. هذا الجيلي ديال لاجونس اللي حنا جينا معاهم. هاد لاجونس هذه فنه. شحال من وحده كتسولني في التعاليق شكون هي لاجونس. هنايا البنات جينا لواحد الضيعه كيبيعوا فيها التمور وكما شفتوا كلها دايره بالنخل كلها 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 كلها. وكيجيو هنا يرتاحوا بحال دابا حنايا كنا في جروب كيجيو الجروبات وكيجلسوا كل جروب كيجلس فواحد البلاصه بحال هكا كما كتشوفوا معايا. شفتوا هاد الجلسه هادي وكيبقى يعطينا واحد شويه الدرس هذاك الشيخ اللي كيجيبنا معاه. هادشي من بعد من كتساليو الزيارات ديال قباح وزيارات ديال الشهداء جبل احد وهذا كتجيو لهنايا كيعطيونا تمر واتاي وكيبدا يهضر معنا حتى كنساليو. وغادي نمشي دابا نديكم للبلاصه اللي كيبيع فيها التمر اللي هي اير اللور هنايا. يلا اليوم ان شاء الله غادي نحرم فيها. انتما ندير جليبا وهذه براندا درتها سامبل هذا مع هذا الشال الشال كله بارد وخفيف. وانا عندي تحت منه هاد النينجا قشرات وهادو اللي عندي في يدي باش ما يبانوش دراوعي. وهنايا هاد البليغه هادي صافي اللهم يسهل. صافي البنات حنا مستعدين غادي نشدو الطريق ان شاء الله لمكه. وحنا صافي حنا لبسنا صافي هانتوما الجلابيه كي جاتني هانتوما ايوا صافي. دابا غادي نشدو الطريق ان شاء الله واحد 4 سوايع عاد ان شاء الله نوصلوا مع ديك العشرة ونص هكاك. غادي نخرجوا مع الظهر غادي نمشيو نصليو بعدا في الجامع حطوا الباكاج. شوف ملي كتمشيو عندكم الوقت مشيو كتلقاو هنايا هكا الباكاج كامل محطوط هنايا. كل وطن حط قدامه الباكاج ديالو باش ان شاء الله نستعدوا. غادي نمشيو نصليو الظهر وغادي نرجعوا ان شاء الله. يلا على بركه الله.
هاد الجامع هذا كيقولوا له الميقعد بير عالي، كنوقفوا فيه كنخرجوا من الحرم بواحد نص ساعه هكاك تقريبا، وكان نجيو نصليو فيه ركعتين نقولوا لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمره. ملي كنديروا دوك جوج ركعات، جوج ركعات هنايا كتصليوها يساوي عمره، هادشي اللي تيقولوا والله اعلم. تقول لك ملي كتجي لهاد الجامع هذا كتديري فيه جوج ركعات كتصلي فيه، هذا ضروري قبل ما تمشي لمكه، كتخرجي من الحرام بواحد نص ساعه كتجيو لهاد الجامع هذا سميتو الميقات ابيار عالي، وهنايا فين ان شاء الله كتجيو كديروا جوج ركعات كتصليوهم وكتقولوا لبيك اللهم عمره، صافي ديك الساعات كتدخلي في الحرام، كتدخلي في صافي كتولي ان شاء الله كتستعدي باش تمشي ديري المناسك ديالك في مكه ان شاء الله. الله يقبل علينا يا ربي، وبقاو معايا كل مره كل حاجه غادي ناخذ لكم منها واحد شويه اللي ما عرفش باش الاستفاده فقط. ويلا ودعيو معايا ويا ربي يسر ليا، وشكرا للمتابعه ديالكم. يلا شكرا.